هل يجوز أن نتصدق على الذي لا يصلي وكذلك الذي يصلي لكنه لديه المنكرات والفسق ويشرب الدخان؟ أما الذي لا يصلي يترك الصلاة متعمدا فلا تتصدق عليه لأنه كافر، لا تتصدق عليه ولا تحل له الزكاة. أما المسلم العاصي اللي عنده معاصي لكنه مسلم ويصلي لكن عنده بعض المعاصي، إذا كان فقيرا فتصدق عليه مع النصيحة، مع المناصحة له أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم.